الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: الإهالة الشحم الذائب، والسنخة هي المتغيرة. في هذا الحديث أو في هذين الحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، رهن درعه عند يهودي. وهذا يفيدنا مسألة، وهي جواز الرهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، وهذا يفيدنا جواز الرهن في الحضر، لأن بعض العلم يرى الرهن في السفر للآية التي جاءت في آخر سورة البقرة، ولكن هذا الحديث يدل على أن الرهن جائز حتى في الحضر. فالرهن يجوز في الحضر وفي السفر إذا احتيج إليه. وأيضا نستفيد فائدة جواز معاملة الكافر في الأمور الدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع هذا اليهودي، فلولا أنه كان يبيع ويشتري معه لما كان الرهن. وهذا يفيدنا أن التعامل الدنيوي لا يستلزم منه الولاء لمن تتعامل معه بالبيع والشراء، فالبيع والشراء شيء، والولاء والبراء شيء آخر، لأنه لا يلزم من البيع والشراء المحبة. وهذه من الفوائد التي قد يغفل عنها بعض الناس، فيظن أن تعامل الحكومات المسلمة مع الكفار في البيع والشراء أنه داخل في الموالاة، أو داخل في تقوية اقتصادهم، أو نحو هذه العبارات. وهذا في الحقيقة غير صحيح، إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة في عدم التعامل معهم فهذا شيء آخر، لأن هذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر. لكن من حيث الأصل أنه يجوز البيع والشراء، لأن هذا من الأمور الدنيوية. والرهن في الشرع هو حبس عين مالية لاستيفاء الدين منها، لاستيفاء الدين، سواء كانت لاستيفاء الدين كله أو بعضه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رهن درعا، والدرع عين مالية، يعني يباع ويشترى. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع قيمة هذا الشعير، فإن لهذا اليهودي أن يبيع هذا الدرع ثم يستوفي حقه منه. ويستفاد من هذا الحديث الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات مديونا، مات مديونا، لم يسدد هذا المبلغ الذي عليه عند هذا اليهودي، لأن الدرع بقي عند هذا اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسترجع منه لأنه لم يسدد المبلغ. فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الحال في هذه الحياة الدنيا، لم يقبل عليها بكله صلى الله عليه وسلم، مع أن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الفتوحات والغنائم والفي، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا لا يحتفظ بالمال، وإنما ينفق المال على الأضياف، وينفقه في وجوه الخير وعلى الضعفاء وعلى المساكين والفقراء صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لتكون عنده لنفقة أهله سنة كاملة، ومع ذلك لا تبقى، لأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيدنا أولاً الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويفيدنا أن نتأسى به ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في الإنفاق والإكرام.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذه الدنيا وأراد المال لأبقى هذا المال، ولكنه كان يصرفه في سبل الخير وفي يعني وفي مصالح المسلمين، ولا يبقي هذا المال عنده صلى الله عليه وسلم. وأيضا يفيدنا، وهذه لولاة الأمور، ألا يستأثروا بالأموال، ألا يستأثروا بالأموال. لو أخذوا المال الذي هو من حقوقهم هذا لا بأس به، ولكن الاستئثار وهو الأخذ من الأموال التي هي للناس هذا أشد وأشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في منصبه كان ولي أمر، كان رسول ونبي وولي أمر وحاكم وكل شيء صلى الله عليه وسلم في وقته، ومع ذلك لم يستأثر من أموال المسلمين لنفسه، أو يعبث في بيت مال المسلمين، أو يقصر في الإنفاق على المحاويج، بل كان صلى الله عليه وسلم ينفق على الناس ولو كان هذا يسبب عليه ضيقا في العيش صلى الله عليه وسلم. وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا. وأيضا من فوائد هذا الحديث قول أنس رضي الله عنه قال: مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير ويهالة سنخة. الإهالة الشحم المذاب كما ذكر النووي رحمه الله، والسنخة هي المتغيرة. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقبل الهدية ولو كانت متواضعة، وجاء في رواية أخرى أنه دعي إليها فأجاب صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه، لأن الهدية ليست في قيمتها، والدعوة ليس في كبرها، وإنما في إجابتها وقبولها أي الهدية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو أهدي إلي كراع لقبلت. قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو هديت كراع لا 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 قبلت. وهذا يفيد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده كثير طعام. قال: وإنهم لتسعة أبيات، يعني عنده تسع نسوة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت هذه حاله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. وقد مر علينا هذا الحديث في حال أهل الصفة رضي الله عنهم، لا يملك الواحد منهم أكثر من ثوب، فهذا الثوب ليس إزارا وكساء، وإنما إما إزار وإما كساء، ثوب واحد يسترون به عوراتهم، يسترون به عوراتهم. وهذا يفيد الحالة التي كان عليها أهل الصفة الذين تركوا أوطانهم، خاصة المهاجرين منهم، وتركوا هذه الدنيا طاعة لله وطاعة لرسوله وإقامة لشعائر الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، رواه البخاري. هذا كان فراشه صلى الله عليه وسلم من أدم، أي الجلد المدبوغ، ومحشو من الليف، يعني ليس فيه مزيد تنعم. والنبي كان أحيانا ينام على الحصير حتى يبين في جنبيه، كان ينام أحيانا على هذا الأدم الذي حشوه من ليف. وكل هذا يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقبلا على هذه الدنيا، وإنما يأخذ من هذه الدنيا زادا يبلغه ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر: كنا جلوسا مع رسول الله من أجل أن يستفيدوا من علمه ومن هديه ومن سمته رضي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهم على هذه الحال جاءهم أنصاري فسلم عليهم، وهذا يفيدنا أن الذي يقبل يسلم. فسلم الأنصاري ثم أدبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، يعني نادى هذا الأنصاري: يا أخ الأنصار. والأخ في الإطلاق إما أن يكون أخ النسب وإما أن يكون أخ الإيمان، ولا أخوة لغير ذلك. إما أخ النسب كما هنا قال يا أخ الأنصار، فهو أخوهم نسبا، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا، فهذه أخوة النسب. وإما أخوة الإيمان: إنما المؤمنون إخوة لا ثالث لهما. أما أخوة الإنسانية وما يقوله كثير من الناس اليوم، هذا باطل، ليس هناك أخوة إلا أخوة نسب وأخوة إيمان. فقال: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فالأخوة الأولى أخوة النسب، يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ هذه أخوة الإيمان. فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ قال: لمن حوله. وهذا فيه الدلالة على الخير، وفيها الزيارة الجماعية لمن كان مريضا ونحو ذلك. فالنبي قال لهم صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ عرض عليهم أن يعودوه، فقام وقمنا معه، أي قام صلى الله عليه وسلم وقام معه الصحابة، ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص. وهذا هو الشاهد لهذا الباب، أنهم قاموا معه، وهذا يفيد الزيارة، ولكن شاهد الباب أنهم لا خفاف عليهم ولا نعال ولا قلانس ولا قمص رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: نمشي في تلك السباخ، يعني ليس عندهم شيء يقيهم من هذه السباخ. قال: حتى جئناه، أي سعد بن عبادة، فاستأخر قومه من حوله، يعني ابتعدوا عنه قليلا حتى يدنو منه الرسول ومن معه. قال: حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. والحديث عند مسلم. والقلانس المذكورة في هذا الحديث هي ما يلبس على الرأس، وهذا يفيدنا الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من قلة ذات اليد وقلة العيش، ومع ذلك ما ردهم ذلك عن طاعة الله وعن الصبر على البلاء الذي هم كانوا فيه، وإنما ذلك زادهم إيمانا وصبرا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.